السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم كرم بي 203. اليوم معنا الحلقة الثالثة من لعبة كار ميكانيك سيميليتر. واعتذر من اللي طلبوا بالفيسبوك اني العب ارك، فعلا والله انقطعنا عن السلسلة، لكن صارت مشكلة عندي بالتخزيء بالماب اللي سوينا من البداية، لكن ان شاء الله حاول حل المشكلة، واذا ما انحلت اعيد ان شاء الله من البداية ونبدأ بالسلسلة من جديد ونبدأ ماب جديد ان شاء الله، بس ابي احاول قدر المستطاع اني ارجع الماب الاول وحل المشكلة. يلا ما بيطول عليكم ونبدأ ان شاء الله، بس لا تنسون الاشتراك واللايك. مثل ما تشوفون انهينا الحلقة اللي فاتت، كان معنا تقريبا 9200 دولار و1000 اكس بي، بس لعبت خلف الكواليس اللي جبنا 2000 اكس بي، 2100 اكس بي، 13000 دولار. يعني باذن الله باذن الله اننا نحاول نجمع اكثر عشان نشتري سيارة، يا اما من المزاد او من اسطبل. وفي تطويرات وفي مفاجآت صارت خلف الكواليس. اول مفاجآت، لحظة خلينا نشوف الانفنتوري، عندنا 3 صناديق وخريطة جتني كذا بدون صندوق. نفتح الصناديق هالحين. بسم الله، الصندوق الأول. قطع غيار، تمام. ما في مشكلة دام معنا خريطة عادي. نفتح الصندوق الثاني. برضو قطع غيار. ونفتح الصندوق الثالث، لان الخريطة الوحدة يمكن تطلع عندك سيارتين نفس اسطبل. حلو، هذه خريطة ثانية، تمام، يعني نستفيد اذا صار معنا اكثر من خريطة راح نستفيد اكثر، يمكن تجينا فرص على سيارة ارخص او احلى. حلو تمام، هذه خريطة الثالثة. بس قبل كل شيء لازم نجمع فلوس، لان ما اظن تكفي 13000، ما اظن تكفي. اي فيها تطويرات انا ما سويتها، ما سوي اي تطويرات خلف الكواليس مثل ما قلت لكم. اول شيء التصوير وبعدين اسوي التطويرات. نفتح التطوير الاول، هو توسيع الورشة وفتح الفحص حق الفرامل وحق نظام التعليق، تمام. باقي معنا تطوير واحد، هذا جهاز ما نستفيد منه، هذا الجوال، ندخل على محل قطع الغيار عن طريق الجوال، بس ما ادري نستفيد ولا لا. يلا خلونا ناخذه افضل. يلا هذه الأخيرة، الحين فتحنا ورشة تصليح القطع التالفة، يعني أول قطع اللي شبه تالفة يمكن نستفيد منه. وهذا مكان الفحص، نستفيد منه هذه، بس لازم يعني نخسر القطع الضعيفة، التالفة تروح علينا. بعض القطع تنصلح وبعض ما تنصلح. الحين برضو عندنا قطع كثيرة مطورة، ما ادري افكر اني ابيعها او استخدمه، بس يعني لو بستخدمه يعني يمكن احصل قطعتين تجي على السيارة اللي انا بصلح، يعني ما استخدمه مع الزباين، استخدمه مع السيارة اللي نشتري ان شاء الله. يلا نبدأ مع الزبون، ندور زبون. ما في شيء 100%. أعلى شيء عندنا 66، هذا مشكلته فرامل، وهذا مشكلته فرامل وظن قطع داخل المكينة التيمن و... يلا ناخذه يمكن خلينا نتأكد من التطويرات، لان بقى عندي واحد
واحد تطوير. نشوف هذا. تمام، هذا عنده مشاكل اغلبها تكون بالمكينة. غلطت انا، قلت عنده مشاكل بالفرامل. لا ما عنده. هذا راس المكينة عنده. هنا كام نأشر على القطع اول شيء عشان تاضح معنا. يلا خلنا نقلع الرافة. لازم نفك المكينة. عنده مشاكل يعني يعتقد انها بسيطة ان شاء الله. نفك الكويلات. كيف تنفك؟ وش المشكلة؟ اها لازم نفك هذا. تمام، الحين ينفك معنا راس المكينة. اوه كله خربانة. ممكن في طريقة أفضل أن نشيل المكينة كاملة، بس مي عندي الونش، مو موجود عندي. يعني الله يعين، لازم نفكك قطعة قطعة. يعني كامل الجسم حق المكينة مرة. او بس الراس؟ لا بس الراس. لا شو. تمام، نفك القزوز اول. حلو، الحين لازم نفك العمود حقت الكام كله اثنين. هذا طبعا خربان، يبيل استبدال. وبرضه طرمبة الماء خربانة. ليش مع الإشارة ترمبة الماء؟ أي لا تمام، هنا إشارة. تمام، برضو الترس هذا بعد خربان. هذا شيء يبشر، يعني راح نستفيد اكثر. برضو في مشاكل داخل. ايه فيه، بس لازم نحط المكينة على الرافة. السيارة عفوا. لازم نفك البساتين.
نسحب الزيت اول منه. كرتين وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ ايه مشكلة عندنا بالبستم هذا. الحين نرجع ننزل السيارة عشان بس نسحب البستم المطلوب. باقي مشاكل؟ تمام. الحين نشتري قطع. بس قبل كل شيء خلنا نتأكد. هذه ووتر بامب أو طرمبة الماء. وترسل الكام. سير التيمن او شنزير. وهنا المشكلة بالبستم. البستم تمام بس عندنا القطعة هذه اللي فوق البستم هذه. وعندنا رأس الماكينة. نبدأ برأس الماكينة. تمام. تمام هذا رأس الماكينة بألف دولار. حلو. إيش باقي؟ باقي عندنا القطعة هذه. خلينا نشوف طرمبة الماء. شوف طرمبة الماء دامنا عند القسم ووتر بام 14 برضو. تمام ايوه هذه طرمبة الماء. تمام
هذه القطعة اللي بلبستم. تمام. طيب الحين ادخل بحث، لان اسمه سهل كام. تأكد من الشكل بس. كام غير طيب. ايوه تمام. هذه القطعة ايش بقي عندنا هالحين؟ هالحين اعتقد بقي قطعة واحدة بس، اللي هو السير. سير التيمة. تمام. حلو، أظن جمعنا القطع كلها. نبدأ بالبستم. بغينا نركب له بستم مطور بلس 1. نركب الراس. يبوجي خربان عنده بس مو معطيني اشاره. ولا خل نشتري جديد. مع انه يعني لو اشترينا له جديد وهو مو طالب ما يزيدنا الا اكس بي بس، يعني فلوس تروح عليك. بس دام انه رخيص ناخذه. وين البواجي وين؟ تمام. الحين بحث. تمام. $6 يعني ما راح نخسر شيء واجد. ها نسينا نشتري قطعة. اللي هي كام. تمام. اللي هو عمود الكام. نتأكد من رقم القطعة بدون أي رقم، ما في مشكلة.
نشيل الإشارة من القطع اللي صلحناه. هذا 2 بلس بغينا نركب له بالغلط برضه، لكن هذه ترمبة الماء. شداد السير خربان منه. بس ليه مو معطيني إشارة؟ معطيني إشارة عليه. تمام. بيلت. تمام. تمام نشيل الإشارة من القطع اللي صلحناه عشان ما نلخبط. حلو، كله صلحناه بس باقي عاد نركب القطع اللي تحت. هذا الكرتيل شكل لازم نطور اكثر الفك والربط عشان يكون اسرع. باقي شيء تحت. نتأكد. ايه صح، لازم نعبي زيت. كده تمام. شيك على العيار. كويس. ودكم نجرب السيارة أول، نجرب بس كذا.
ساحة المطار. شو المشكلة؟ هذا في قطعة يعني مفقودة من السيارة، خلنا نتأكد. اها والله جبنا العيد ولا شيء. في قطعة، مي قطعة واحدة. مش الميكانيكي الفاشل. تمام، نتأكد الحين. نجرب على الاختبار، منطقة الاختبار، اختبار السيارة. تمام نبدأ. السارع فاشل. هذا اختبار نظام التعليق، بس لازم نهدي. ايه تمام كذا، تمام طلعت السيارة. هذه نتيجة الاختبار، طبعا ما هو مطلوب منا ان نختبر، بس كذا نجرب اسواقه. يلا نبي نسلم السيارة. خسارتنا عالية، 1584 دولار. مكافأة عمل 2017، ومكافأة بعد 1000، يعني كلها 4666 دولار. يلا نسلم. حلو حلو تمام كذا، حلو تمام. هالحين جمعنا فلوس. تمام، ما في صندوق شيء، او ما نحتاج الصندوق، عندنا 4 خرائط ان شاء الله انه كافي. لكن احتمال نبيع القطع هذه، نروح للمزاد او منطقة التشليح نشتري سيارة نصلح عليها ان شاء الله. بس ممكن مو الحلقة هذه، الحلقة الجاية ان شاء الله. بس بشوف القطعة هذه كم تجيب لو ابي ابيعه. 113. طيب راس الماكينة 900، يعني يمكن تجيبنا فلوس نستفيد منها اكثر من نخليها عندنا. نبي نجرب طاولة تصليح القطع، لكن القطع شبه تالفة ما تنصلح، لكن نتخلص منها. هذه ب2 دولار، راس الماكينة ب55 دولار، يعني كلها تقريبا سكراب خلاص. هذا مجاني. طيب
افكر اني بيع القطع افضل، نجمع فلوس اكثر عشان بسرعة نشتري السيارة ونصلح. تمام، معنا 24,000، يعني ان شاء الله يمدينا نجيب سيارة. قبل السيارة نبي، قبل ما ندور السيارة لازم نفتح الخريطة، الخريطة الأولى، الخريطة الثانية، الخريطة الثالثة، الخريطة الرابعة. تمام، إذا ما لقينا شيء يعني ضبط معنا بالخرائط هذه نروح منطقة التشليح، منطقة الخردة، هذه المنطقة الأولى. يعني نشوف السيارات هنا، هنا في السيارة هذه صراحة جيدة، هذه السيارة الأولى، بس كم سعره؟ 33,000. لا يا أبوي خلى عندك. جيمس ما ينفع، بس ممكن إذا كان رخيص نستفيد منه، لو نصلحه نكسب أكثر. بس نبي نشوف السيارة هذه، هذه السيارة كويسة، بس نبي نشوف كم سعره. سعره 20، سعره مناسب، لكن لو اشتريناه ما نقدر نصلحه بسرعة، لأن احتمال تحتاج قطع. تمام، نشوف الخريطة الثانية هذه، مع اني ودي اخذه المازدا. هذه تذكرني بسيارة الصيف، اللي ما يعرف لعبة سيارة الصيف، في سيارة نفس هذه تقريبا. صراحة والله ودي اشتري لأنها رخيصة، ولا كجودة ما هي جيدة، هذه أحلى منها، بس يمكن نلقى واحدة نفس هذه تالفة أكثر. يلا نطلع نروح، رجعنا الورشة، نبي نروح الخريطة الثانية، مع ان ودي اروح منطقة التشليح، منطقة الخردة، ولا نجرب الخرائط اول وبعدين عاد ان شاء الله نشوف. نخلي منطقة الخردة اخر شيء، مع ان راح نحصل بها اشياء زينة ورخاص. تمام تمام، هذه السيارة هذه كويسة، بس نشوف سعرها كم. 13,000، رخيصة والله، رخيصة ممتازة ممتازة، بس هذه أفضل منها لو هي رخيصة. هذه ب22، هذه كويسة، هذه قوية ممتازة، مع انها تستهلك قطع. سعره صراحة مغري، 13,000، يعني إذا خذيناه يبقى معنا تقريبا 11,000. والله صراحة يلا ناخذه، ناخذه الكراج، يلا ناخذ الكراج عشان نشوفه، مع انه ما راح نصلح كل شيء بالوقت هذا، لازم نفتح مكان لرش البويه
واشياء التنظيف البدي لازم نفتحه، لازم بالتطوير هذه لازم نتقدم باللعبة شوي، لكن احنا نصلح اللي نقدر عليه ونكمل عليه كل بين فترة وفترة نكمل عليه. الحين بيشوف القطعة بالبداية بس. هذه السيارة بسم الله طبعا ما فيه راس مكينة او غطى راس المكينة ما موجود. يبينا نفكك قطعة قطعة كامل قطعة. تمام الانفنتري فاضية، نفكك القطعة كاملة ونصلح اللي نقدر عليه ونشتري له قطع. نبي نبدأ بالمكينة أول شيء. صراحة تطول لو مع التصوير، لكن بفك كل شيء وارجع لكم الحين دقايق بس. فكينا القطع، رجعت لكم بعد ما فكيت القطع كله، وللأسف تندمت اني اشتريت السيارة لأن أقرب ماله خلاص سكراب، كل القطع أكثر خربانة أكثر خربانة وغالية. يعني هذه 6 سرندل يعني مصيبة. شو القطع اللي تحت ما فكيت نظام التعليق عشان يمديني أنقله، إذا فتحت موقف ثاني يمديني أنقله يمه، لأن إذا صار ما فيها كفرات ما تقدر تحرك عن الرافع. يعني لو نبي نجمع فلوس من جديد حتى القطع، يعني لو نبي نصلح القطع يعني الطاولة تحتاج تطوير. شوف بس القطع هذه نقدر نصلح، حتى ما نصلح 100% نوصل لحد 54%. يعني مثلا هذه 53 تصير 54، وهذه بعد ما اعتقد لان لازم تتلف الثانية، تتلف حد الثنتين تالفة مرة، يعني احتاج لازم نطور، لازم نتقدم باللعبة ونطور عشان نبدأ التصليح. يلا الى هنا ننهي الحلقة، ان شاء الله باذن الله الحلقة الجاية احاول اجمع خلف الكواليس فلوس، احاول اتقدم شوي ونركب السيارة ان شاء الله مع بعض باذن الله. يلا استودعكم الله، لا تنسون اللايك والاشتراك، في امان الله.